علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ أحمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المصنف رحمه الله: ولم يكن هناك صور على كجدار، قال: لا مع خفيف لعب مباح كدف وكبر يلعب به رجال أو نساء، وكغناء خفيف فلا تسقط. على إجابة الدعوة ذكر عدة أشياء هي أعذار لعدم إجابة الدعوة: المنكر والصور والتماثيل وفرش الحرير. قال استثنى من هذا يعني أدوات اللهو الخفيف المأذون به، اللهو في العرس مأذون به ولا يعد منهيا عنه، بل هو مطلوب لإشهار النكاح وإعلانه، ومنه ضرب الدف ويسمى الغربال، والدف هو يسمى الإطار ويسمى البندير، ويسمى الدف مجلد ومغشب الجلد من جهة واحدة، وهذا بالاتفاق يعني جائز، لأن يعني ورد في الحديث وإن كان فيه مقال: أعلن النكاح واضرب عليه بالدف، فهو مأذون فيه لا شك في ذلك. وكذلك الغناء الخفيف، الغناء الخفيف يعني شرطه ألا يثير الغرائز، الصوت نفسه ألا يثير الغرائز، وألا يكون بكلام قبيح فاحش، وألا يكون فيه معازف بالأوتار مثل العود وأدوات المعازف الأخرى. هذه القيود الثلاثة التي لا يجوز اللهو بها في العرس. إذا كان الصوت يعني يثير الغرائز، وكان الكلام في حد ذاته وأيضا كلام فاحش وقبيح، أو كان الغناء مستعمل فيه حتى ما فيش هذه الأشياء لا يثير الغرائز والكلام هوش قبيح، لكن يستعمل فيه الأوتار زي اللي يستعملوا في الموالد مثلا ذكر وقراءة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن اللي يستعمل فيه العود الأوتار هذا حرام لا يجوز. المعازف الصحيح من أقوال جمهور أهل العلم أنه حرام، وهذا وارد في حديث البخاري: لا يكون أقوام من قومي من بعد يستحلون الحرى والحريرة والخمر والمعازف. وهذا يعني من علامات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وإخباره بالغيب، وهو ذكره على وجه التحذير. الحديث صحيح رواه البخاري تعليقا، ولكنه موصول عند المحققين من المحدثين، خلاف ما يدلس به بعض الناس الذين يروجون يحاولون أن يروجوا لأشياء سموها الترفيه وسموها كذا، دخلوا فيها يعني بدل ما كانوا في الأول حتى الأشياء المباحة يحرمونها، والآن الأشياء المحرمة صاروا يحللونها ويحرفون فيها الكلمة عن مواضعه، ويلون عناق النصوص لتطاوي أهواء حكامهم، لأن حكامهم الآن يريدون أن يدخلوا في هذا، يدخلوا على المجتمع شيء من التحلل وشيء من الغواية وشيء من الفساد،
وتهور وتحلل من كل يعني ما كانوا عليه. فخرجت الفتاوى من بعض الشيوخ يبيحون ما سموه، والآن ترفيه شيء من هذا القبيل. فالضوابط يعني واضح، الضوابط الشرعية لما عليه جمهور العلم وهو الحق والصواب، ودلت عليه ظواهر نصوص الأحاديث، هو أن الغناء إذا كان خاليا من هذه الأشياء الثلاثة فلا حرج فيه، ولكن إذا كان فيه شيء من هذه الثلاثة فهو محرم. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني عندما زفت عائشة، وكذلك حضر أيضا عندما زف بعض الأنصار، قال لعائشة يعني هل كان معهم له، فإن الأنصار يحبون له المباح. فقالت ماذا يقولون، علمها النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقولون: أتيناكم فحيانا وحياكم، ولولا الحنطة السمراء ما سمعت عذاريكم، ولولا الذهب الأحمر ما كذا. فكلامهم كلام يعني فيه فصاحة ووضوح وإخبار بالواقع وبالحقيقة، وليس فيه إغراء ولا تشبيب ولا إفساد للناس وكذا. وكذلك لما زف النبي صلى الله عليه وسلم إلى عائشة، وكانت هناك من تغني، فكانت تذكر كلاما ثم قالت في آخر كلامها: وفينا نبي يعلم ما في غد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعي هذا وقولي بالذي كنت تقوليه. فصححها. فأصل الله في الزفاف هذا مأذون فيه ومباح وجائز، وينبغي أن يفعل شيء منه ولا يبالغ فيه. الناس الآن بالغوا فيه لأنه معاش يعني كله بالأجرة على الغناء المحرم، يدفع الأجرة المبالغ الكبيرة في المنضوبات وفي المغنيات والغانيات وفي الزمزمات وفي غير ذلك، ويدفعون الأموال الكثيرة. بل يعني المحظوظ عندهم من يتحصل على حجز، يؤجلون الزفاف من أجل أنهم لم يتحصل على حجز في المغنية الفلانية ولا كذا ولا فرقة التي يغني. هذا كله من الضلال، وليس هذا هو الغناء المباح. هذا النكاح وضب عليه بالدف والوليمة والدخان وكذا، هذا هو الإشهار، هذا الإشهار المطلوب المعروف، وهذا سنة من سنة النكاح، وما ينبغيش أن يغفل، وينبغي أن ننتبه إليه كما تقدم في أول الباب، لأن الشهود يموتون، وما يحدث هذا ويعلن به للناس كافة ويعرفونه هذا هو الذي يثبت به، وهذا هو الشهود، هؤلاء هم الشهود الحقيقيون على النكاح، لأن سنة النكاح هي الشهرة، على خلاف يعني ما يخالف السفاح والأشياء تعمل في السر لا تعمل في العلن. فإذا يعني ضرب الدف والبندير هذا جائز وهذا مباح. قال: وكذلك الكبر هذا يعني أيضا دف كبير، ولكنه مغشى من الجهتين، مجلد من الجهتين، وما يعرف عندنا بالنوبة، نسموه في بلادنا نسموه النوبة، وكل بلد يسميه باسم، يسميه الكبر وفي يسميه بأسماء أخرى. بلادنا معروف أنه النوبة، يعني طبل كبير ومغشى ومجلد من الجهتين وصوته عالي مرتفع. هذا في خلاف هل هو جائز ولا كذا، صحيح أنه جائز يعني وليس. وكذلك الدربوكة، نسموها حني الدربوكة، تأخذ حكم الطبل وحكم البندير. وذكر بعض الشراح في كتب المالكي ذكروها باسمها لأنها كانت معروفة عندهم يبدو، هذا أيضا تدخل في المباح. وأيضا في نوع آخر يسمى المزهر، أيضا اختلفوا فيه، وقال الصحيح أنه مكروه كراهية وليس محرما. فمعروفة الأشياء المهم ليعلن بها النكاح معروفة. إذا كان سن
يعني حافظ عليها ولم يتعدها فالأمر جائز، وإذا كان أتى بالفرقة وأتى بكذا فدخل في الحرام. نعم. قال: لا مع لعب مباح ولو كان المدعو في ذي هيئة على الأصح كعالم وقاض وأمير. يعني هذا حضور هذا اللهو المباح جائز حتى وكان اللي حضر ذا هيئة وعالم ولا زاهد ولا أمير ولا كبير، كله جائز، لأنه ليس هناك من هو أهيب من رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو قد حضر بنفسه وعلم الجارية ماذا تقول، ما لا كلام بعد حضور النبي صلى الله عليه وسلم لأحد يقول لا يليق بالشيخ الفلاني ولا العالم الفلاني ولا صاحب الهيئة الفلانية نحضر، هذا ما دام له في حدود المباح المدعوم فيه الذي حضره النبي صلى الله عليه وسلم فليس هناك من هو أعلى قدر من رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: واحترز بالمباح عن غيره كمشي على حبل ونحوه، وكذا لعب مباح غير خفيف فإنه يبيح التخلف. إذا كان في ألعاب أخرى بهلوانية شيطانية يعني تؤدي إلى المخاطرة والغرر بالناس، وفيها يعني أشياء خارقة للعادة أشبه بعامل السحرة، أو إذا كان ما لم يسموه ساحرا قد يسموه صالحا وصاحب كرامة إلى آخره، فهذه كلها ما ينبغيش أن تحضر ولا أن تفعل، إذا كان هي الأشياء المعروفة المادون فيها اللي ليس فيها خطر ولا فيها يعني لا يصل منها إلى الناس معتقد فاسد ولا سحر ولا شعوذة ولا كذا، فهي جائز للألعاب الأخرى، مش ممنوع الإنسان يلعب ألعاب أخرى رياضية ولا كذا فيها شيء من الترفيه وشيء من الذكاء وشيء من استعمال المهارات وكذا، غير ممنوع، لكن يعمل عمل هو أشبه بعمل السحر هذا ما ينبغيش أن يكون ولا ينبغي أن يحضر. تو الشيخ أصبح فيه الألعاب النارية والضرب الرصاص في الهواء، أي هذا من الفساد العظيم أيضا، وهذا في الغالب هو لا يفعله إلا أهل السوء، هم في هذه المناسبات يتجمعون الناس الذين هم لا يصلون ولا يحافظون على دين الله وعلى شرعه ولا على أحكامه، تجد أكثرهم سكارى يأتون يعني مخمورين والحشيش وكذا، ويستعملون هذه الأسلحة النارية وهو فاقد الوعي ويبقى مخمور ولا خارج عن الوعي ويستعمل الأسلحة النارية، قد يصيب بها أحد ويقتله، وإذا لم يصب فإنه يفزع الناس، يفزع الآمنين ويسبب لهم يعني ضرر وأذى شديد، الناس أصبحت الناس في رعب وخوف من استعمال السلاح من غير ضبط من غير قيد ولا حد، وقتل بني آدم عندهم مثل قتل الحشرة، فينتهزون رفقة السوء وأهل السوء وأصحاب السوء ينتهزون هذه المناسبات، تجدهم إلى ساعات متأخرة من الليل بالخمور والفسوق والمعاصي وإطلاق هذه الأشياء، أحيانا هي تبقى حتى ثمنها مرتفع عالي، يعني حتى من حيث الحفاظ على المال هي فيها نهي وتحريم أن يفسدوا المال في شيء لا قيمة له ولا فائدة منه، هذه الأشياء يجب أن تقطع، لو كان هناك يعني سلطات في كل جهة، سلطات محلية في كل جهة من الجهات كان من زمان قطعوا دابر هذه العادات الفاسدة، وكان مثلا حتى في ونحن يعني في حالة يأس من دولة يعني واحدة وتسيطر على كل حتى كل منطقة، الناس اللي فيها مركز الشرطة اللي فيها ولا المجلس اللي فيها اللي يتعلق بالأمن وكذا،
ينبغي تخرج السيارة تمر على لما يكون هناك مناسبة في المنطقة هذه وفيها موجودين فيها، وإذن الصياع يفعلون هذه الأفعال ويسببون الأذى للناس، يلقى عليهم القبض ويحبسهم يوم ولا اثنين ولا ثلاثة حتى يكونوا عبرة لو فعلوا هذه. حتى هذه المحاولات، حتى المحاولات الصغيرة للأسف التي يمكن أن يقوم بها الناس في لجانهم الأمنية ولا في بلدياتهم ولا كذا، من أسفل ما يكون قيام بها. لكن العجز الكامل هذا والسلبية التي أحاط بالناس، كل واحد لا يهمه أي شيء يتعلق بالصالح العام ولا بالحفاظ على حياة الناس وأمنهم ودينهم وكذا، ما في حد ينتبه إليه ولا يلتفت إليه ولا يهتمون به، وهذا هو الذي يضيع المسائل كلها. لأن الناس إذا رأوا المنكر ويعني لم ينهوا عنه عمهم الله بعقاب منه، عمهم العقاب. وهذا الذي نعيشه الآن، العقوبة عامة، كل ناس يصيبهم مصابون بهذا الضرر في كل حياتهم، ارتفاع الأسعار وغلائها وفقدان المال وفقدان السيولة وفقدان يعني في ظلم على الناس، فقدان الكهرباء، فقدان الصحة، فقدان العلاج، فقدان التعليم اللي ليه بال وليه قيمة يربي الأولاد، كله فقد. وهذا كله يرتف العقوبة، عقوبة التخلي عن النهي عن المنكر. المنكر يبدأ صغير ثم ينمو ثم ينمو ثم ينمو حتى يصل إلى ما نحن فيه، والناس كلهم مهددون. تأتي قوات من أقصى الشرق تحتل الجنوب وتحتل المناطق وتضرب وتقتل، والناس يعلمون جميعا يعني البر والفاجر يعلمون أن هذه قوات معتدية ظالمة ومدعومة من دول متدخلة في بلادنا وتدفع الأموال الكثيرة وتشتري المرتزقة لتدمر البلاد. كل الناس في يعني عقولهم يعلمون ذلك ومتحققين منه ويعرفوه، ولكن عند الكلام لا أحد يتكلم ولا ينهى عن هذا المنكر، بل تجد من يتعاطف ويبرر ويفعل ويفعل، وهذا جزاء وفاقا. قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. وأشار للرابع بقوله: وإن لم يكن هناك كثرة زحام فإن وجدت جاز التخلف. الأعذار التي يذكرها وسيأتي المزيد منها تجعل الدعوة الوليمة في وقتنا هذا يعني لا تكاد تجد مبررا لإجابتها وتلبيتها. يعني كل المنكرات تقريبا مجتمعة، وإلا حتى على الأقل يعني نصفها وأكثر منها، أكثر من يذكر الآن أشياء كثيرة هي تكون عذار، من الزحام وشدة البرد وشدة الحر، والأعذار التي تبيح التخلف عن الجمعة وعن الجماعة كلها يذكرها، تبيح التخلف عن الوليمة. وهذه كلها للأسف موجودة في الآن في أوقاتنا وفي عاداتنا، وذلك من أراد أن يتخلف هو معذور. قال: ولم يكن إغلاق باب دونه، فإن علم ذلك ولو لمشاورة جاز التخلف، وأما إغلاقه لخوف الطفيلية فلا يبيح التخلف للضرورة. وبقي من الأعذار المسقطة بعد المكان جدا، بحيث يشق على المدعو الذهاب إليه عادة. لم يغلق باب دونه، لما هو جاي وروحه قادم سكر الباب، هذا عذر ينبغي أن يرجع، لأن هذا فيه إذلال، هذا فيه للمؤمن لا يذل نفسه، حديث النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن لا يذل نفسه. الإذلال الآن على أشده في حياة الناس، ولكنهم يرضون بالمذلة لضعف إيمانهم. الله تبارك وتعالى يقول: ولقد كرمنا بني آدم، لكن هذا التكريم تخلوا عنه.
فمن هذا التكريم اللي ينبغي نحافظ عليه أن المسلم إذا كان دعي إلى وليمة ولما رأوه قادما قفل الباب دونه ينبغي أن يرجع لا يعني يقدم عليهم حتى ولو كان للتشاور حول هل هذا دعوته ولا جاي بروحك وكذا، ما ينبغيش أن يدخل يعني. وهذا يبين أن من أتى من غير دعوة فهو طفيل متطفل وآثم، ولا يجوز له أن يأكل ولا أن يدخل، حتى لو دخل لا يجوز له أن يأكل، حرام عليه، لأنه يأكل طعام من غير طيب نفس أهله. نعم. قال: وبقي من الأعذار المسقطة بعد المكان جدا، بحيث يشق على المدعو الذهاب إليه عادة، ومرض وتمريض قريب، وشدة وحل أو مطر أو خوف وتمريض قريب. نعم. ومرض وتمريض قريب، لأن إذا كان يمرض في قريب لي مثل أبيه أو أمه هذا عذر، يبيح له التخلف عن الجمعة وعن الجماعة، ويبيح له التخلف عن الوليمة أيضا، وهو مريض أيضا هذا عذر من الأعذار أيضا. قال: وشدة وحل أو مطر أو خوف على مال قياسا على الجمعة. إذا كان خاف على ماله من السراق، لو إنسان عنده مال في بيته يخاف أنه إذا خرج إلى الجمعة يكون يأخذون ماله، من حقه أن يتأخر عن الجمعة حتى لو كان مش في بيته، حتى لو كان هو حارس يعني، لو كان شخص حارس على بيت ولا على مؤسسة ولا على مكان، وقت الحراسة إذا كان ما فيش من يقوم مقامه ينبغي أن يتخلف عن الجمعة ويصلي الظهر، وعذر لو، لأن الحفاظ على المال من الأعذار التي تبيح التخلف عن صلاة الجمعة والجماعة. نعم. قال: وألا يكون على رؤوس الآكلين من ينظر إليهم. كذلك هذه آفة من الآفات، إذا كان في ناس واقفين يعدون عليهم أكلهم ويحصون عليهم ما يفعلون، فهذا أيضا عذر من الأعذار التي تبيح التخلف. نعم. قال: وألا يفعل طعامها لقصد المباهاة والفخر، فعلم أن ولائم مصر الآن لا تجب الإجابة لها بل لا تجوز. يعني هذا الشيخ ذكر حتى مصائب هذه قديمة، هذا الداء قديم يعني، المباهاة هذه لا يكاد يخلو منها، لأن كل الناس اللي يفعلون هذه الولائم ويتوسعون فيها قل منهم من يستحضر السنة، قل منهم من يستحضر أنه يفعل السنة، ولكن كلهم يفعل، يقول لك لأن فلان فعلوا ولو لم نفعل ربما يقال علينا كذا، والناس كلهم يفعلون فنحن نفعل مثلهم وهكذا، هذه كلها في نهايتها تصب في باب المباهات والمفاخرة، بحيث أنه لا يقال إنه أقل من غيره، لكن كان ينبغي أن كل إنسان يعني يتصرف بما يقدر عليه بقدرته. ولذلك السوء في هذا الأمر أن الذي يبدأ به قد يكون هو عنده قدرة ويفعله، ولكن لا يلاحظ أن هذا ربما يكون سنة لمن بعده، وسنة تكلف الناس الصعب ولا يقدرون عليها، ويصبح الفرض المجتمع وأعراف المجتمع تصبح سياط على ظهورهم ومسلط عليهم، ولا بد أن يفعلوها شاء وما أبوا، وهذا هو من يعني إرساء السنن السيئة. فهو في الأصل قد يكون فعله مباح لأنه يقدر على أن يفعل هذا الفعل، لكن الناس يمارونه ويتمالؤون الواحد بعد الآخر حتى ترسخ هذه السنة وتصبح لا محيد ولا مناص منها. ومن لا قدرة له على هذا المال الكثير الذي فعله الأول لا يستطيع أن يتزوج لا مرة ولا رجل، وذلك كانت أثاره سلبية وعكسية على الناس، وتضرر من الناس والمجتمع بصورة عامة، وتأخر الزواج، الشاب تلقى في الأربعين وصل الأربعين ولا يقدر على أن يتزوج، لأنه لابد من هذه العادات وهذه الوسائل
الناس لا قدرة لهم عليها، الافتخار ولا المباهات ولا كذا، ولا ما ذكره من هذه الأشياء أعذار، ولما تكون هو أعذار والناس ما يحضروش الولائم من أجلها، هذا هو باب من أبواب محاربة المنكر. أن كما قلت، إذا كان الشخص الذي لا تحضر عنده تبين له تقول لي جعلني ما حضرتش هو السب الفلاني والفلاني، وكان كل الناس كلهم يلتزموا بهذا ويذكرون، هذاك الناس ينتبهون لأنفسهم وربما يفكرون قبل أن يفعلوا هذه المسائل فيها مخالفات شرعية ولا مباهات ولا تنافس في أشياء هي ليست مشروعة وليست هي مطلوبة، ولو هم تخلصوا منها يخفون عن أنفسهم الحمل. الأعراس والمناسبات الموجودة الآن هي أصبحت هم وأصبحت يعني من الأشياء التي تكاد تفرق البيوت. بدأ الناس يعيشون في فرح وفي سرور وفي تناغم ومنسجمين، تجد النساء في واد والرجال في واد آخر، وكل واحد يرمي في الآخر بالتهم، اللي يريد أن يحرص على السنة ولا يريد أن لا يسرف ولا يبذر ويتبع الطرق الصحيحة، الشيطان يقول ماذا يقول أنت بخيل، يرمونه بالبخل حيث يثيرون فيه يعني ما في يثيرون في نفسه بأنه إنسان يعني مخالف لما عليه الناس من الكرم ومن المروءة ومن الأشياء التي يحبها الله ورسوله، يقول أنت مدافعك لهذا إلا البخل والشح وكذا، ويلصقون به هذه الصفة، هذه الصفة الذميمة، حتى يثيرون فيه يعني ما يثيرون من الغيرة بحيث يندفع إلى المنهيات. والنساء يعني يتهمن أيضا بالإسراف وأنهم لا يفكرن في يعني المال ولا يحسبن له حسابا، وتجد يعني فيه نوع من التساهل في صرفه لا يفكرون فيه، فتبقى العرس يعني بدل ما كان هو يعني مناسبة سارة ومفرحة تجب هم على الطرفين، كل واحد منهم في واد. نعم. قال: وفي وجوب أكل المفطر وعدم وجوبه، بل يستحب لما فيه من تطيب خاطر رب الوليمة وهو الظاهر ونص الرسالة، وأنت في الأكل بالخيار تردد للباجي. الباجي تردد وتحير، قال لي ما وجدت في المذهب نص على هل الأكل مطلوب ولا مش مطلوب، إجابة الدعوة مطلوبة، لكن يقول لي ما وجدت في المذهب كلامي نص على أن إنسان يأكل أو لا يأكل. رد عليه يقول له الرسالة قالت وأنت في الأكل على الخيار، هذا نص المذهب، ولكن وكذلك نقلوا عن غيره من المقدمين تقدمين من المالكية الأكل من الوليمة، والصحيح أن الأكل منها مندوب، لأنه ورد فيها حديثان، حديث من دعي فليجب، فإن شاء طعم وإن شاء ترك، فيه الإذن والتخير، إن شاء طعم وإن شاء ترك. وهذا حديث الآخر الذي يأمر بالأكل، من دعي فليجب، فإن كان مفطرا فليأكل، وما كان صائما فليدعو. هناك حديث جعل الأكل بالخيار مباح، جعل الأكل مباحا، هناك حديث أمر بالأكل، فالملكية عملوا بالحديثين، قالوا يحمل حديث الأمر على الندب، والندب يجوز تركه، فيحمل حديث من فالطائمة ولا فليترك يحمل على الندب، لأن المندوب يدخل في الحديث اللي فيه الإذن بالترك، ولا يحمل على الوجوب، ولا يحمل الحديث الأول على الوجوب الذي أمر بالأكل على الوجوب، بحيث الحديثين بحيث يعني الحديثان لا يتعارضان.
يبقى كأن عملنا بهما معا، واحد حملناه على الندب والندب لا ينافي الترك. فهذا هو الصحيح، أن كلام تحير الباجي يعني مردود عليه ومتعقب بأن الأئمة تكلموا على الأكل في الوليمة، وأن المشهور عندهم عند المالكية أن الأكل فيها مندوب مستحب، عاملا بالحديثين الواردين عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. شيخ سائل يسأل، لو الناس تعاملت وليمة مثلا في يوم فاضل، يعني مش بمناسبة عرس زي عاشورة، وعزم هذا الشخص، يعني هل يندب له الأكل أو لا؟ واللي يتكلم عليه الآن هو في وليمة العرس. وليمة العرس هذه التي يستحب فيها والسنة فيها أن تجاب الدعوة، ويستحب فيها الأكل تطيب لخاطر الداعي. لكن الولائم الأخرى اختلفوا فيها، هل هي أساسا مطلوب إجابتها وإلا مش مطلوب إجابتها. وتقدم أن الولائم كثيرة، وكل وليمة لها اسم، يعني الوليمة تطلق على وليمة العرس، والأشياء الأخرى كل عزومة وكل مائدة لها اسم يخصها. فمثلا الختان يعملون في وليمة يسموه الإعذار، والمولود عند وليمة العقيقة، وحذق حفظ القرآن لو وليمة يسمونها الحذقة، يعني حذقة وحفظ القرآن. هذه الولائم هل يطلب تلبيتها ولا؟ الصحيح أنه تلبيتها عند جمهور الفقهاء أنها يعني مأذون فيها ومرغب فيها من باب الألفة والمودة وحسن التواصل والتواد بين الناس، إذا كان ما فيهاش منكرات. وهل تجاب ولا تجاب؟ يعني هذا هو الصحيح. منهم من قال لا تجاب، من العلماء قال لا تجاب. وحديث عثمان بن أبي العاص عندما دعي إلى ختان قال لم نكن ندعى إلى هذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وامتنع أن يجيب. لكن العلماء ذكروا في باب يعني جمع كلمة الناس والألفة والمودة وكذا، المواعيد التي يدعى إليها الناس وليس فيها منكرات لا بأس من حضورها ولا بأس من الأكل منها. لكن التأكيد عليه ليس مثل تأكيد وليمة العرس. وليمة العرس التي نص فيها الحديث، جاء فيها الحديث بتأكيد على التلبية والأمر، حتى بعض الناس حمله على الوجوب، الظاهرية حملوا إجابة دعوة العرس حملوا على الوجوب، لكن هذا خاص بوليمة العرس. أما المآدب الأخرى التي هي مجرد للصلة بين الناس والقرابات والجيران وكذا، هذه مأذون فيها، إذا من أراد أن يحضر فله أن يحضرها، وأيضا إذا يأكل بما يطيب به خاطر الداعين إليها. ولكن الطلب فيها ليس هو مثل طلب وليمة العرس. قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. شيخ، لو واحد يعني دعي إلى وليمة عرس في عاشورة وكان هو صائم، يجوز له الفطر من أجل الوليمة؟ لا، لا يجوز له الفطر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فليدعو. شنو تو لو كان ما علمناش ما قلناش نديرو نجتهدوا ونقولوا خلاص احنا ما دام هو بنطيب وخاطر هذا الشخص يلا نفطروا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم وضح هذا وقال كان صائما فليدعو، ما قالش يفطر. فله أن يلبي الدعوة، وله أن ألا يلبي إذا كان هو من الأول لما دعوا قال لهم أني صائم
وهم وليمتهم بالنهار، فهذا عذر من الأعذار يبيح له التخلف. نعم. قال: ولا يدخل غير مدعو، أي يحرم عليه الدخول إلا بإذن، فيجوز مع حرمة مجيئه بلا إذن، وهذا ما لم يكن تابعا لذي قدر يعلم أنه لا يجيء وحده عادة، فلا يحرم فيما يظهر. هذا ماشي مرايا، يعني إنسان ما ينبغيش أن يأتي من غير دعوة، وهذا يسمى طفيل وحرام عليه، ولا حتى لو دخل يحرم عليه الأكل، لأنه يأكل مال الناس عن غير طيب نفس منهم، واستثنى منه إذا كان الشخص هو ذا هيئة وروع وهيبة، وإما من العلماء وإلا من الناس اللي لابد أن يكون لهم مرافقون وكذا من الحكام وكبار الناس والزوار إلى آخره. قالوا هذا من يتبعه لا يستحق الإذن، لكن حتى هذا لو استودي أنه يكون أولى وأطيب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هكذا عندما تبعه ناس عندما كان يعني ماشي إلى وليمة، وتبعه ناس عندما وصل إلى البيت قال لم أدعهم، فإن أذنت لهم، قال صاحب البيت فإن أذنت لهم دخلوا. النبي صلى الله عليه وسلم طلب لهم الإذن، ما اكتفاش بأنهم، وذكر الحقيقة قالهم تبعوني ولم أدعهم، فقال فإن أذنت لهم دخلوا فأذن لهم. وذاك ينبغي حتى ليكون من صاحب هيئات وعند ناس معه يصحبونه أن يستأذن لهم كما استأذن النبي صلى الله عليه وسلم لمن تبعه، لا يدخلهم هكذا على أنهم أمر واقع ومفروض عليهم والسلام، ما ينبغيش هذا، ينبغي أن يستأذن لهم. هذا الشيخ الحكم هذا غافلين عليه الناس، يعني كثير متساهلين في أن يمشوا لوليمة وهم غير مدعوين. هذا إذا كان عامة الناس كما قلنا هذا حرام، إثم، لا يجوز، لأنه يأكل مال الناس من غير طيب نفس. الله تبارك وتعالى يقول: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، ولا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه. النفس قد تكون هذه الحقيقة لا تكون طيبة، لأنه عامل حساب لمئة شخص ولمئتين شخص، وحين المعازيم يتأخرون لهم مدعوون، ويأتي الجماعة الطفيلية ويقضون على المئتين هذه اللي هو أعدها للضيوف، فيأتي الضيوف فلا يجدون شيئا. هذا من أعظم الإثم وأعظم يعني سبب الناس إحراج ويسبب لهم ضرر كبير، ويفسدون لهم يعني صيتهم وذكرهم عند الناس، لأن قد لا يعذرونهم. أنت كيف تدعو شخص ولا يعني توفي له الأكل، يجي ناس آخرون يسطون عليه غصب، هذا سطو يأكلونه. طبعا المجتمعات اللي هي يعني غير المدن شائعة فيها، المجتمعات البدوية والقروية هذه تجد فيها هذا الأمر كثير، لكن في المدن لا تكاد تجد، لا يأتي أحد من أهل المدينة من غير دعوة، وهذا هو اللي موافق للشرع. أهل المدن يعني ألزم بالشرع من أهل القرى والبوادي، والناس ينبغي أن يعودوا أنفسهم على هذا، حيث أن يمنعونه. ولا حرج لو واحد وقف ومنع شخص وسأل أنت مدعو أو مش مدعو، لا حرج عليه، بل هذا أمر طبيعي وينبغي الناس أن يفعلوه ويتعودوه ويقبلوه. هناك عادات يعني مخالفة للشريعة يستحي منها الناس، وهي ليست محل الحياة. الحياة مطلوب، ولكن في أشياء، فمثلا إذا واحد يعني جاء يخبط على باب شخص لا ينتظر حتى يؤذن له، يخبط ويدخل على طول، يبقى ينادي ويتكلم حتى تجد أحيانا في جنبك في الدار اللي أنت فيها، هذا ليس استئذانا، هذا دي جاهلية لا ينبغي أن يكون. الشخص ينبغي أن يستأذن ويقف عند الباب ويستأذن المرة الأولى والثانية والثالثة، فإن لم يجبر رجع على عقبيه،
بل حتى لو أجيب وقيل له ارجع لأنني عندي مش جاهز لاستقبالك ولا كذا، ينبغي أن يرجع وصدره منشرح، لأن هذا القرآن هكذا يقول: وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا. لكن لو قلت لشخص: أنت الآن ارجع لأنني يعني ظروفي لا تسمح، فيغضب غضب شديد، يعتبر هذا من أكبر الكبائر، مع أنه هذا شرع. فبين لك أن العادات والأعراف أحيانا هي تكون على خلاف الشريعة وترتب عليها آثار سيئة، والشريعة لا يعني تبين حكم ما الأحكام الخاصة بالناس وبالمجتمع إلا وفيها الخير المحقق لهم في حياتهم، لا شك في ذلك، ولكنهم يعرضون عنها ويدخلون أنفسهم في الحرج ويقاسون ويستمرون عليها. لماذا لا تسري ولا يطبقون هذه العادات في الاستئذان؟ الإنسان يقف بالبيت ويقف مؤدب ويستأذن كما ذكر النبي المرة الأولى والثانية والثالثة، فإن لم يؤذن له ورجع خلاص، يعتبر هذا أمر طبيعي ويأتي في وقت آخر إذا أراد، لكنه لا يأتي مرة أخرى على الإطلاق، يزعل ويعتبر أن هذا إهانة لي وكذا، مع أنه ليست إهانة، هو اللي يعني إهان نفسه بمخالفة الشرع، اللي خالف الشرع هو الذي يهين نفسه. وهكذا يعني تجد يعني مسائل الأعراس والولائم يأتي ولا يعول ولا يبالي هل ودعي ولا مدعى. فلو الناس وضعوا ضابطا وقفلوا الأبواب ووزعوا بطاقات، اللي ما عندهش بطاقة ما يأتيش، ولا ما عندهش دعوة ما يأتيش، هذا هو الأصل، وهذا هو اللي ينبغي الناس أن تقبله، وإذا طبقوه ووقفوا عنده الجميع يستريح، كل أطراف تستريح. الشيخ لو الإنسان توي بيطبق السنة مثلا في البيت، جاء حد وهو كان مشغول أو ما قدرش يطلع له، وطلب منه أنه يرجع ويتوقع منه أنه معاه شي كلمة ويصير بيناتنا مشاجرة، يصح له يعني حتى لو خاف من هذا الشيء أنه يقول له أرجع؟ هو لو ترك حقه، لو كان لي في داخل البيت، ومن حقه أن يرده إذا كان هو غير مستعد لاستقباله. لكن لو ترك حقه وضغط على نفسه استقبله، لا حرج في ذلك، ولكن لا بأس أن يبين له. يعني هي الأشياء لابد تبي معالجة، ومعالجة بالتدريج، صعب معالجتها في لحظة واحدة. يعني حتى لو دخل أحد من غير استئذان في أثناء الحديث يبين له المصلحة من الناس تحافظ على أوقاتها ومواعيدها، وأن اللي يأتي بموعد، وأن القرآن يقول كذا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا، وينبغي الناس أن يطبقوا أحكام الله لأن هذا فيه راحة للناس جميعا. لابد من بيان هذه المسائل بحيث الناس يقطعون هذه العادات الفاسدة السيئة. لكن هو لو أراد أن يضغط على نفسه ويترك مصلحته وكذا ولا يستقبل في غير وقت الاستقبال، هذا هو لا حرج عليه إذا رأى في ذلك مصلحة. نعم. قال: وكره في الوليمة نثر اللوز والسكر للنهبة أو للنهبة، ولم يأخذ أحدهم ما في يد صاحبه وإلا حرم. النهبة حرام، يعني ورد فيها حديث في النهي عنها، أن يبقى فيه شيء من الطعام يلقى للجميع من غير تخصيص لأحد ويتزاحمون عليه. تزاحم عليه في حد ذاته هذا مكروه، لكن لو كان يترتب عليه أن واحد ينهب ويأخذ ما في يد صاحبه هذا حرام، لأن بعدما وضع الإنسان اللقمة في يده أو اللحمة في يده صارت ملكا له، لأن المباح يملكه السابق، من سبق ملكه، هذه القاعدة في المباحات، يعني هي للسابق. لو كان في طريق عام ناس بمأذون لهم يعني يبيعوا سلعهم ليسبق مكان معاش يقدر راح يطلع منه، يأتي المسجد ويقعد في مكان معاش يصير لواحد تاني يحوله منه، يعني المباحات هي للسابق. ما دام هو وضع اللحمة ووضع اللوز ووضع في يده فقد ملكه، لأنه الذي سبق إليه، وذلك لو نهبه أحد منه يكون
فعل إثما وحراما لأنه أخذ حق غيره. فالنوبة في ذاتها حرام، ولكن التزاحم في هذا هو مكروه لأنه يؤدي أحيانا إلى النهبة. أما غير صاحب العرس أن يفعل هذا الفعل، يلقي باللوز ولا السكر ولا الأشياء اللي هي الناس يتزاحمون عليها، يلقيها على الأرض ولا ينثرها في الهواء واللي يلتقطها وليأخذها، هذا مكروه ما ينبغي أن يكون. ولكن إذا وصل بعد ذلك إلى النهبة فهي حرام. نعم. قال: وكره نثر اللوز والسكر لا الغربال أي الدف المعروف بالطار وهو المغشى بجلد من جهة واحدة فلا يكره ولو لرجل بل يندب في النكاح. أيوة، ضرب الدف مندوب في النكاح سواء للرجال أو للنساء، لما قال هو للنساء فقط، لكن الصحيح أن حتى الرجال لهم يضرب الدف في العرس. نعم. قال: وفي جواز الكبر بفتح الكاف والباء وهو الطبل الكبير المدور المجلد من الجهتين والمزهر بكسر الميم كمنبر طبل مربع مغشى من الجهتين مغشى من الجهتين لا نعرفه الآن في مصر. وفي كراهتهما قال: ثالثها يجوز في الكبر دون المزهر فيكره. يعني فيهم الكبر والمزهر قيل بالجواز وقيل بالكراهة، والقول الثالث الكراهة في المزهر فقط دون الكبر. الكبر مباح يدخل مع الطار والبندير، الطار والدف والبندير والغربال شيء واحد، والكبر اللي هو سميناه قلنا النوبة طبل الكبير المغشى من الجهتين هذا قيل بالجواز وقيل بالكراهة، والمزهر وأيضا فيه قول بالإباحة وقول بالكراهة، والكراهة فيه أكثر. الدربوكة شيخ زي ال الدربوكة مثل الطبل، ذكر لعل بعض الشراح زي الحطاب ولا ذكروها باسمها في بعض المواضع ميارة اسم الدربوكة قال على أيوة لما يرى موجودة. نعم شيخ هو في الحاشي قال في الحاشي قال وفي الحديث بالكوبة نفس هذه وفي الحديث بالكوبة والقرطبة شني شن هو قال قال وقال ميارة هو طبل صغير طويل العنق مجلد من جهة واحدة وهو المعروف الآن بالدربكة وفي الحديث بالكوبة هو هذا هو هذا دربكة وهذا لأن هي موجودة في العادة مغربية وصلت إلينا يعني فحكمه حكم الدف يعني. نعم. قال ابن كنانة قال وتجوز الزمارة والبوق أي النفير جوازا مستوي الطرفين وقيل يكرهان وهو قول مالك في المدونة. النفير والبوق يعني البوق هذا زي مكبر الصوت أو يعني يصرخ به وينادى به، هذه أدوات ليست فيها أوتار. كل الأدوات التي ليست فيها أوتار إما بالقول فيها إما بالإباحة ولا بالكراهة، اللي فيها وتر هذه اللي فيها الحرام مثل العود وغيرها، لكن الأشياء الأخرى كلها اللي هي ليست فيها أوتار هذه مأذون فيها في الجملة. هذه حتى للرجال شيخه حتى للرجال ظهر لأنه كما ذكروا الخلاف في الطبل الصحيح أن البنديري يجوز استعمال للرجال والنساء إذا كان ما فيه أش أوتار وكانت يعني اللهو اللي هو مصحوب مش مصحوب بكلام قبيح ولا بإثار ولا كذا كله جائز. والذكرى شيخ اللي يدروا فيها توه
إذا كان حتى الظهر ما فيهاش أوتارية ما تدخلش في النهي، لكن كلها بشرط أن يعني ما يصيرش فيها شيء من الغلو وارتفاع الأثمان، يعني هذه الأشياء كانت تفعل يعني تلقائيا وإلا مجانا وإلا بأشياء زهيدة، لكن الآن لما أنت تأتي بفرقة هذه زكرة ولا كذا يطلب منك 400 ولا 500 أقل شيء، هذه فتح باب للمصاريف زي فرقة المولد زي فرقة وما أكثرها يعني فرق استبقى من حتى الطباخين والأدوات والمزينين والمزينات وكل أبواب يعني الصرف والسرف والتجديد على الناس، أما على الإنسان أن يخفف منها ويضيق منها، لأن حتى ما كان منها مباح في الأصل وما فيش يعني هذه المباهات وما فيش الصرف الكثير هو بين الكراهة والإباحة ومكروه، فمن نعم. تركه يكون قد احتاط لنفسه. نعم. قال: وأما بقية الآلات من ذوات الأوتار فالراجح حرمتها حتى في النكاح والله أعلم. هي حاجة فيها الأوتار وورد فيها الحديث الصحيحة في النهي عنها وجمهور العلماء على ذلك. نعم. الله يفتح عليك شيخ، انتهى الوقت. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، الحمد لله أولا وآخرا. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل.